بحضور مراقبين دوليين أقامت جمعية الشفافية الكويتية المشروع الوطني للمتقاعدين خبرات للمشاركين في مراقبة انتخابات مجلس الأمة المزمع عقدها غدا الخميس. نعم، وتساهم الجمعية من ضمن مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وبالتأكد من نزاهتها في إطار شفافية العمل الديمقراطي الكويتي وبتسجيل الملاحظات لتكتمل أركان الانتخابات النزيهة التي ترقى إلى تاريخ الديمقراطية الكويتية. جمعية الشفافية الكويتية تسابق الزمن من أجل مراقبة الانتخابات، هذه المرة من خلال خبرات المتقاعدين الذين سيراقبون الانتخابات القادمة، وذلك بإقامة دورة تعريفية للدور الذي سيقومون به وواجباتهم من خلال مراقبتهم للانتخابات. جمعية الشفافية في كل الانتخابات أن يكون عندها ضيوف من منظمات دولية تراقب الانتخابات وتطلع لها تقرير دولي، موجودين معنا اليوم في هذه الدورة الثانية اللي عملناها للمتطوعين المحليين، لكن هذه يعني تميزت عن السابقة أنها بوجود الفريق الدولي، وهذا تعاون دولي دائم ما بين جمعية الشفافية ومثل ما هو معروف أنها فرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية TI اللي مقرها الرئيسي في برلين، والجماعة الضيوف اللي عندنا في منظمات عدة وأعضاء في مركز كارتر، منظمة الشفافية الدولية والشبكة العربية الديمقراطية، فأصحاب خبرة وأصحاب مجالهم يعني رقابة انتخابات دائما يعني. دورة خبرات التي شارك فيها أكاديميين محليين ومراقبين دوليين تطرقت إلى آلية عمل المراقبين في الانتخابات والتأكد من تسجيل أي ملاحظات قد تؤثر في الانتخابات بطريقة أو بأخرى. شبكة الشفافية الكويتية هي عضو في الشبكة العربية لشفافية الانتخابات. الزيارة هذه هي مجموعة من الخبراء الانتخابيين قمنا بها في عديد من البلدان، والهدف منها هو أنه يعني يكون هناك رقابة أو ملاحظة خارجية عن الملاحظين المحليين. أنا أحد المتطوعين للمشاركة مع الفريق المحلي من الجمعية الشفافية للمشاركة في المراقبة والتأكد من نزاهة العملية الانتخابية، أيضا بوجود الفريق الدولي، والدورات أو الوركشوبس اللي قاعدين يقدمون تساعدنا على أن إحنا يكون عندنا نوع من الإدراك والدراية أن شلون نشارك ونساعد. دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني الكويتي في العمل بجانب المؤسسات الحكومية ليشرق وجه الكويت الحضاري في مسيرة العمل الديمقراطي نبراسا يضيء سماء الكويت. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.